حياكم الله، إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. عزت مؤسسة عراق المستقبل الدراسات والاستشارات الاقتصادية أسباب انخفاض الدينار العراقي وارتفاع الدولار إلى تراجع حوالات العملات الأخرى وعدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد، متوقعة استمرار الارتفاع ليصل سعر الدولار الواحد إلى 1600 دينار في الفترة المقبلة. وأرجع رئيس المؤسسة منار العبيدي سبب الارتفاع إلى تراجع حوالات العملات الأخرى وتحديدا الدرهم الإماراتي واليوان الصيني مع عدم قدرة كل آليات التحويل على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد الخاص ببعض السلع وتحديدا الهواتف النقالة والذهب. أكدت وزارة المالية استمرارها بصرف رواتب موظفي كردستان العراق، في حين كشفت عن صرف رواتب شهر أيلول الماضي في الأيام القليلة المقبلة. قال وكيل وزارة المالية مسعود حيدر إن كل من حكومتي بغداد وكردستان العراق ستقومان بتسوية أي ملاحظات حتى نهاية عام 2024، مبينا أنه سيتم صرف باقي رواتب الشهر التاسع لعام 2024 خلال الأيام القليلة القادمة. أكدت رئيسة لجنة الاستثمار والتخطيط بمجلس محافظة ذي قار رواسي الجابري وجود فجوة كبيرة بالعمل بين المجلس وديوان المحافظة، مشيرة إلى استمرار عملية جمع التواقيع لاستجواب المحافظة. وقالت الجابري إن ديوان المحافظة والمحافظ مرتضى الإبراهيمي لا يتعامل مع المجلس بشكل قانوني وسليم ويهمل الإجابة على استفسارات المجلس بشكل دائم، وهو أمر سيعرضه للمساءلة الرقابية أمام المجلس. وأوضحت أن التصويت مؤخرا على شمول 11 منطقة بمشاريع إنعاش الأهوار سيصطدم بقرارات وزارة التخطيط التي تقول إن المناطق المشمولة 7 فقط، ما يعني أن قرار ديوان المحافظة سيتسبب بضياع أموال ذي قار وربما إلغاء المشاريع المخصصة لها. كشفت مصادر رسمية في محافظة الأنبار عن انخفاض حجم التبادل التجاري في منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. وذكر قائم مقام قضاء القائم التركي محمد الدليمي أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار سجل انخفاضا كبيرا في حجم التبادل التجاري بسبب الأحداث الأمنية التي تعصف في المنطقة، مضيفا في حديث صحفي أن عمليات التبادل التجاري مع سوريا انخفضت إلى 50% عما كانت عليه سابقا. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع صادرات العراق من النفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. وأضافت الإدارة أن صادرات العراق من النفط لأمريكا بلغت 152 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة انخفاضا بمقدار 113 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات 265 ألف برميل يوميا. كان هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.